تعالوا بقى نرحب بالكابتن خالد بيبو مدير الكوره بالنادي الاهلي معانا في 7 دي سبورت. كابتن خالد اهلا وسهلا بيك في 7 دي سبورت. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك. انا لسه كنت بتكلم دلوقتي عن نقطه مهمه جدا، انت ليه ما بتتكلمش وما بتقولش حاجه؟ تصريحاتك قليله جدا حتى بعد الماتشات اللي فيها نجاحات، التصريح بيبقى على قد الماتش بس. ليه الناس بتحب تسمع كابتن خالد بيبو وبتحبه؟ كابتن خالد بيبو نيمني ليله من اسعد الليالي في حياتي، ليله 6-1 يعني. أهلا بيك يا رحمن. طبعا متشكر طبعا على المقدمة الجميلة دي، وبشكرك طبعا على كل حاجة. والله رحمن أنا يعني الواحد يبقى عايز يشتغل، يعني الواحد يبقى بيفكر دايما إن هو يشتغل، ما تفكرش دايما إن أنت ترد. يعني كل واحد يبقى ليه وجهات نظر، وكل واحد يبقى يعني بيحاول إن هو يفرض وجهة نظره بأي شكل من الأشكال، إنما في الآخر أنت بتشتغل جوه النادي وعندك سيستم بتشتغل عليه وعندك نظام بتشتغل بيه، والملعب هو دايما اللي بيبقى بيحكم يعني. بس انا فعلا يعني بصراحه ما بحبش ارد، يعني انا اتعودت طول عمري على كده، ان انت بتشتغل وبتبذل مجهود وتحاول انت تجتهد بكل اشكال الشغل، وان انت تعمل كل اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني. مش هتقعد ترد على كل واحد على وجهه نظر كل واحد. طيب انا اولا ببارك لك على ثالث عالم وعلى بطوله السوبر اللي بالشكل الجديد والمجهود الكبير اللي انت قايم بيه في البطولتين، والبصمه الواضحه عليك اداريا استمراريا طبعا للي قبلك، وده طبيعه النادي الاهلي، اجيال بتسلم بعض. لكن قول لي انت بقى، البطولتين دول بالنسبه لك انت بيمثلوا لك ايه؟ ودي اول حاجه ليك مع النادي الاهلي. والله زي ما بقول يا رحمن، احنا في سيستم في النادي، اللي في نظام محطوط وفي لوائح وفي قوانين احنا كلنا ماشيين بيها محطوطه، وكان حاططها الكابتن سيد وانا جيت اشتغلت عليها، وكان محطوطه من مجلس اداره ومش مع الكوره ولجنه التخطيط. السيستم بتاع النظام كله في لائحه كله ماشي عليها، وانا جيت كملت الشغل يعني ما اخترعتش يعني ما عملتش حاجه يعني اختراع يعني. ده سيستم محطوط وكلنا بننفذه، وكل واحد ليه طريقته ليه اسلوبه في التنفيذ، والدنيا يعني الدنيا ماشية على طول. الحمد لله طبعا اي بطولة بيخش النادي الاهلي بيخش فيها طبعا بيحاول ان هو يعني يدور على البطولة، يدور على المكسب. طبعا كانوا بالنسبة لي مهمين جدا، التوقيت كان مهم جدا بالنسبة لي. بعد ما بدأنا الموسم خسرنا السوبر وخسرنا البطولة بتاعت افريقيا اللي هي كانت معمولة السوبر دي، كان امور طبعا بالنسبه لنا يعني كنت زعلان طبعا متضايق، وان كانت طبعا زودت كمان الهجوم عليك طبعا، الناس اللي كانت مش حابه وجودك زادت يعني شويه. انما الحمد لله ربنا كرم، بطولتين كانوا صعبين جدا ورا بعض، ثالث عالم بطوله ادينا بشكل كويس وعملنا مباريات الحمد لله كل العالم اتفرج عليها وشاف اداء النادي الاهلي وشاف ان احنا كنا قريبين جدا من ان احنا كمان نحقق مركز احسن من الثالث. انما الحمد لله ربنا كرم، طلعنا بعدها على طول 48 ساعه على بطوله ثانيه، مباراتين كانوا تقال في وسط مجهود بدني اتعمل بشكل كبير وكميه سفر كانت كبيره، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا يعني ناخد بطوله السوبر. يعني كل النادي كله خد البطوله، مش انا او اللعيبه او لا، كل المنتمي للنادي الاهلي خد البطوله. انا جزء صغير بيبقى عندي شغل بعمله، وبقيه الناس كل واحد بيعمل شغله اللي في الملعب والشغل الفني والاداره، كل واحد بيعمل شغله، في الاخر تيجي النتيجه كلنا بنكسب يعني. طيب انت تحديدا يا كابتن خالد قليل الكلام جدا وما بتتكلمش كتير، بس انا النهارده عايز اخليك تتكلم معايا شويه بقى. احنا عرضنا التقرير الفني للفيفا عن المجهود الكبير للنادي الاهلي بالارقام، قول لي رايك بقى في التقرير ده وانت بتتفرج علينا كده. والله والله انا مش عايز اقول رايي، انا عايز الناس تقول رايها. يعني الناس يعني احنا كنا في فتره بدايه الموسم يعني حتى المدير الفني تهاجم بشكل برضه كبير يعني. ده ارقام للمدير الفني وارقام للعيبه، ده معروض كله يا كابتن. لا انا عشان كده عايز اسمع رايك. انا بقول لك يعني انت بتتكلم على ان الناس كانت في اول الموسم مجرد ان احنا خسرنا السوبر وخسرنا ما اتعادلنا، الدنيا اتقلبت على المدير الفني وعلى اللعيبه وعليا، على اساس ان احنا كنا عملنا حاجه
يعني الناس كبرت الموضوع وان احنا فرقه تقع وفرقه تنهار والنادي فالارقام دي بترد على كل اللي هو عايز يدور على ازاي يحط النادي الاهلي في مشكله وعايز يصدر مشكله للمدير الفني وعايز يصدر مشكله لمدير الكوره واللعيبه. ارقام بترد، الارقام بتاعتك هي اللي بترد عنك يعني التقرير اللي انت عارضه ده مش محتاج ان انا اعلق عليه. والله يا كابتن خالد يعني انا بحاول ادي الناس جزء من حقها، لان احنا طلعنا من كاس العالم على السوبر الناس ما ادتش اهتمام قوي للارقام بتاعت كاس العالم، لكن انت عامل اداء في كاس العالم قدام فرقه اتحاد جده ده في احسن لاعب في العالم السنه اللي فاتت على طول، مش من خمس ست مواسم يعني، بنزيما ده احسن لاعب في العالم السنه اللي فاتت. لما دفاع الاهلي يبقى قدام رومارينيو وبنزيما بالاداء ده بالطريقه دي، لا دي لازم الناس تاخد حقها. يعني لما نص ملعب النادي الاهلي يبقى ماسك نص الملعب في فرقه فيها ناجولو كانتي اللي واخد كاس العالم من كام شهر، ده مش شيء قليل يا كابتن. فالحقيقه لا، مارسيل كولر مدرب عظيم بوجوده على راس المجموعه الفنيه للفرقه، واللعيبه دي ابطال كلها يعني. مروان عطيه واخد احسن لاعب في المباراه في مباراه فيها ناجولو كانتي وكريم بنزيما ورومارينيو وفابينيو، دي اسماء مش عاديه يعني، دي اسماء مش عاديه ومجهود ليك وللفرقه كلها الحقيقه لازم يتذكر يا كابتن. يعني بصراحه يعني المدير الفني والجهاز الفني كله عمل مجهود كبير جدا. مفيش حاجه بتيجي بالصدفه، مفيش حاجه بتيجي يعني ايه انت حظك، لا مفيش الكلام ده. احنا الناس بتتعب، راجل بيتعب جدا وعنده تيم كامل شغال معاه، الحاجه كلها بتتحلل وكلها ارقام وكلها يعني الموضوع مش جاي بالصدفه، لا انت مذاكر الناس كويس ومذاكر فرقتك كويس ومذاكر التحركات كويس ورايح البطوله وانت مستعد. وطبعا في مجهود من اللعيبه ما اقدرش انكره، مجهود من اللعيبه كبير جدا وتعبوا وده مجهودهم وهم يستاهلوه يعني هو بيلعب في النادي الاهلي يعني انت برضه لازم جمهور النادي الاهلي كبير والنادي بيوفر لك كل الامكانيات، فانت محتاج ان انت تبذل طبعا كل مجهود ولسه احنا طمعانين في اكتر من كده وجمهور النادي الاهلي طمعان في اكتر من كده وده شيء اي حاجه بسيطه تقدمها لجمهور النادي الاهلي اللي بيقف وراك طول الوقت وهو اللي بيبقى دايما يستحق الجايزه ان هو اللي بيتعب يعني. وتسمح لي اقول برضه مدير كره وفر سبل النجاح للفرقه كلها للعيبه وللجهاز الفني ومهدور حقه، لان هو طول ما الدنيا ماشيه ما بيجيش سيرته، لكن انا بقول لازم، بس طبعا الناس عارفه دلوقتي وجمهور النادي الاهلي عارف قيمه كابتن خالد بيبو الاداريه في النادي الاهلي، كادر اداري ومستقبل كبير جدا، ده لازم اقوله. في صوره عايز اعلق عليها، صورتك مع كابتن سيد عبد الحفيظ اهي، الصوره اللي معانا دي كابتن وليد سليمان كابتن محمد شوقي كابتن سيد عبد الحفيظ وصورتك، ودي طبعا انت ابنك وابن كابتن سيد عبد الحفيظ زمايل في فرقه واحده في النادي الاهلي، وانتوا الموقف ده ممكن تتحطوا فيه كتير جدا. انا عايز تعليقك على الصوره دي لان دي صوره مهمه جدا 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 لابناء النادي الاهلي لما تجتمع وهم يعني خير خلف لخير سلف دايما بنقول ده يعني، وجيل بيسلم جيل. انا عايز تعليقك على الصوره دي وكلامك على ابنك وابن كابتن سيد عبد الحفيظ وهم في فرقه واحده. والله يا رحمن زي ما بقول لك احنا يعني انا مش عارف ليه الناس كانت عايزه تحط مشكله بيني وبين كابتن سيد خالص، مفيش اي حاجه بيني وبين كابتن سيد، زميل ملعب وصديق واخ، وهو زي ما قلت قبل كده هفضل اقولها على طول، هو استاذ في الشغلانه دي يعني، هو اشتغل كتير وانا بتعلم منه حاجات كتير جدا يعني، وهو اسس لحاجات كتير واحنا بنكمل ورا شغل بعض واحنا اشتغلنا مع بعض كتير يعني، انا اشتغلت في النادي وهو اشتغلنا في النادي يعني، انا بقالي كام سنه. ما الناس مش فاهمه دي، انا عايز برضه حضرتك تفهم الناس ان اللي ماسك قطاع الناشئين ده على تواصل دايم مع مدير الكوره في النادي الاهلي، يعني انتوا شغلكم مع بعض مترابط من قبل ما انت تبقى مكانه، ده يعني الناس لازم تفهمه برضو. لا احنا كلنا في النادي بنشتغل تحت سقف واحد بس هو قطاع الكوره، كل الناس بتبقى بتتكلم مع بعض واحنا بنسلم بعض. انا دلوقتي بتواصل مع كابتن وليد وشوقي وكابتن بدر وكابتن احمد، بتواصل معاهم عشان الشغل يعني، احنا يعني مش هنفصل بعض. ولغايه دلوقتي انا بتواصل مع كابتن سيد يعني، احنا هنفضل كلنا في الاخر، احنا كلنا ولاد النادي الاهلي وكلنا بنشتغل جوه النادي الاهلي، هو سيستم محطوط وانا الدور عليا دلوقتي وهمشي وهيجي الدور على اللي ورايا ويمشي يعني، مفيش حد هيقعد في المكان طول العمر ولا في حد المكان مكتوب باسمه، كل واحد فينا هيجي وقت وهيشتغل بكل قوه عشان المكان ينجح، مش عشان هو ينجح يعني، انا ما بشتغلش عشان خالد ينجح، انا بشتغل عشان المكان كله ينجح وانا النادي الاهلي ينجح،
فانت بتشتغل وبتتعب، مش مجد شخصي ليك، انت بتشتغل وبتتعب لان ده انت اتحطيت في مكان ده مسؤوليه كبيره جدا، لازم تبقى قدها ولازم تشتغل، مش عشان انت تنجح وانا اقول للناس انا نجحت او ان انا فشلت، لا، المكان ده محتاج ان احنا كلنا نتعب عشان هو ايه؟ عشان المكان كله ينجح، فكل واحد يبقى ليه دور في المكان، مش هو اللي بيدير المكان او هو اللي مسؤول عن المكان او هو اللي بياخد كل الحاجات الكويسه اللي في المكان، لا، انت ليك دور بتعمله ما بتعدهوش خالص، ما فيش واحد بياخد دور حد، ولا حد بياخد اكبر من دوره، ولا واحد بيكبر دوره على أدنى. ما فيش الكلام ده، كل واحد ليك دور بتشتغل عشان كلنا بنشتغل تحت سقف واحد بس، هو النادي الاهلي ينجح، هو كلنا بنشتغل عشان النادي الاهلي بس. طيب انا طبعا مش عايز اقفل معاك، بس انا عايز منك حاجتين مهمين جدا. انت ليك تصريح مهم قوي ان الجهاز الفني لمنتخب مصر هو المسؤول عن اختياراته، فعايزك تقول كلمه للاعيبه النادي الاهلي اللي راحت منتخب مصر، وكلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي في الفتره اللي جايه او في سنه 2024 اللي لسه فيها تحديات كتير قوي. والله طبعا ده كل لعيبه ان شاء الله يعني منتخب بطوله كبيره ومهمه، ماشي، محتاجين ان احنا ناخد البطوله دي، جيل كويس وجيل قوي، مجموعه لعيبه كبيره ومجموعه معاهم نجوم، واحد من احسن 10 لعيبه في العالم، يعني انت بتتكلم على لعيبه محترمين جدا، لعيبه النادي الاهلي عندهم كميه خبرات كبيره، وانا مبسوط ياسر، يعني انا كمان ياسر انبسطت ان هو طبعا امبارح كلموني عشان موجود في المنتخب، حقه بصراحه، وكان رايح، بس طبعا انا مستغرب واحد كان بيدافع على بنزيما ورومارينيو ما يروحش منتخب مصر وعامل اداء عليهم بالشكل ده، ما يروحش منتخب مصر ازاي؟ انا دي كانت حاجه مستغرب لها جدا، يعني عشان دي سالة كل واحد في العالم ان ربنا ما وضعش على حد، صح، كل انت اشتغل واجتهد وما تدورش على حاجه، يعني دور على نفسك دايما وربنا هيجيب لك حقك ونصيبك لغايه عندك، مش محتاج ان انت يعني تطلع تتخانق عشان تاخد حقك، لا، ربنا شايف ومطلع، اتعب واعمل مجهود وربنا يوفقك في التوقيت اللي ربنا شايفه بالنسبه له كويس. كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي على التحديات اللي هتقابل الفرقه في 2024. لا، انا بقول جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام، جمهور النادي الاهلي هو دايما اللي هو اللي بيزقنا، هو اللي بيدينا الدافع دايما ان احنا نشتغل، واحنا بنشتغل عشان هو، يعني انا اسمي ده ولا كان هيبقى ليه لازمه الا من خلال الجمهور، وخلال الناس هي اللي بتصنع الاسم، وهي اللي بتدافع عن الاسم، وهي اللي بتبقى في ظهر الاسم، انت الاسم ده هم اللي عملوه فدافعوا عنه، مش انا هشتغل وهجتهد وهتعب، وما فيش حد في الحياه يقدر ان هو يحمدني، ولا حد في الدنيا يقدر ان هو يقلل من قيمتي، ولا حد في الدنيا يقدر يقلل من قوتي، وان انا وعندي ثقه في نفسي، وعندي ثقه في شغلي، وعندي والنتائج باينه، يعني النتيجه باينه، ثالث عالم وسوبر، ما دي نتائج باينه تبين، مش محتاج الكلام ده. انا لا، انا شخصيا يعني الناس اللي كانت يعني بتبقى يعني بتوجه الي النقد او الكلام ده كله، انا يعني بحترمهم طبعا وبقدرهم، ما عنديش اي مشكله مع حد، ولا عمري كان عندي مشكله مع اي حد في الشغل، انما انا في الاخر انا عندي ثقه في نفسي، ومفيش حد في الدنيا يقدر يخليني يعني ثقه تقل في نفسي، او ده هدوء الكابتن خالد بيبو اللي انا كنت بقول عليه، هدوءك ان انت ما ردتش الفتره اللي فاتت دي كلها، واستنيت نتائج الماتشات ونتائج الفرقه واستقرار الفرقه، استقرار اوضه اللبس اللي كانوا بيتكلموا عليه، كل ده هو اللي رد يا كابتن، انت مش محتاج الرد ده، غير انت يعني انا سعيد بمداخلتك معايا والله بجد، وبشكرك على المداخله الرائعه دي، لكن ان شاء الله انت موفق مع النادي الاهلي في كل الفتره اللي جايه، والنادي الاهلي كله موفق جايه في التحديات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله، شكرا. شكرا كابتن خالد، شكرا، ويعني مداخله كانت مهمه جدا لراجل قليل الكلام جدا جدا، وراجل يعني انا شايف ان هو يستحق المكانه اللي هو فيها، ويستحق ان احنا نشوف الانجازات اللي بيعملها زي ما بنشوف اي حاجه، يعني انا هو ما شفتلوش سلبيات لسه لحد دلوقتي، لكن هو لا، الانجازات باينه والانجازات موجوده، واضاف لمكانه زيه زي كل الناس اللي اضافت للمكان ده. اتمنى ان احنا نضيف او ندي كل واحد حقه.